شيخا، إذا قلتم أن الحب مسألة قلبية لا تكليف فيها، فما ذنبي إذا أحببت شيئا من هذه الأشياء التي لا تحل وقع حبها في قلبي؟ معنى ذلك أنك لم ترضى تماما بحكم الله، والله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا، هو تسليم. ليس الحرج، لكن هو الحرج اسم الحرج، الحرج هو أن يزين الشارع ما قبحه، يزين الإنسان ما قبحه الشارع، أو أن يذم ما حسنه الشارع، لا يعني هذا أقصد كله لا من يمكن محارم. أحتج في هذا السياق بهذه المسألة أن مسألة قلبية. أحب الإنسان شرب ما شربه، أحب ما الخمر شرب ولا الخمر، لكن أحب شربه، وقع في قلبي حب شربه. هذا يعذر فيه من كان من أهل الجاهلية وكان يشرب الخمر، ومن كان فاسقا ثم تاب حصل منه ذلك، فبقي في نفسه تعلق بهذا الأمر، كما حصل لأبي محجن الثقفي، وهو من المجاهدين ومن أهل الخير، ولكنه تعلق قلبه بالخمر لأنه كان محبا، كان يشربها في جاهليته. ولذلك يقول إذا مت فادفني إلى جنب كرمة يروي عظامي في الممات عروقها، ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. ولكنه تاب وأناب وأدى ذلك إلى تركه وابتعاده عن هذه المحرمات. ومثل هذا أيضا حصل لبعض الصحابة.